السلام عليكم، كنتمنى نلقاكم مع هذا الفيديو في احسن احوال. فكما كتشوفوا معايا لا فيديو على العبايات، فهو عامر بلي موديل ديال العبايات كيف ما طلبتوه، وكنتمنى تكملوا حتى الاخر هكا باش تعرفوا على جميع الموديلات اللي كاينين اللي انيقين، والصراحه شي حاجه اللي هي انيقه ورائعه اللي كتستحق تشوفوها. فهنا كما كتشوفوا معايا هاد العبايه هادي كيفاش جات، فهي انيقه ورائعه. شوفوا الخياطه ديالها البنات، فهي غزاله ما شاء الله، مزيونه غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا الفصله ديالها كيفاش جات وكيفاش ملبوسه، فعلا نسيتي ما درتيش اشتراك في القناه، فاشتركي في القناه هكا باش تعرفي على الجديد ديال اللباس بالنسبه للسيدات المحجبات وكذلك غير المحجبات. شوفوا معايا هذا الستيل البنات اللي جا غزال وانيق، وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا جاي باللون الاسود. شوفوا معايا الاناقه يا البنات، شوفوا معايا شوفوا معايا هاد العبايه كيفاش جات الفصاله ديالها انيقه وغزاله ما شاء الله، فهي كتحمق واحد الموديل اللي هو رائع جدا. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا، شوفوا الفصاله فهو مختلف على اللي شفنا من قبل. شوفوا الفصاله ديالو كيفاش جات، مختلف تماما على اللي شفنا من قبل. فهاد الفيديو عامر بلي موديل ديال العبايات، ان شاء الله تكملوه حتى الاخر باش تعرفوا على الجديد ديال العبايات. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا، شوفوا معايا كيفاش ملبوس وطريقه الخدمه ديالو. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد العبايه، وهادي كذلك شوفوا معايا اللوينات اللي داخلين مع اللون الاسود اللي جا غزال ما شاء الله. شوفوا معايا هاد العبايه كيفاش جات انيقه. فإلا ما درتيش اعجاب الفيديو اقفي الفيديو حتى ديري اعجاب وكملي لا فيديو. فإلا عجبتكم القناه ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات هكا باش تعرفوا على الجديد ديال العبايات، وبالنسبه للباس لباس بين السيدات المحجبات وكذلك عار المحجبات. شوفوا معايا هذا الستيل هذا كيفاش جاي، جا غزال وانيق مزيون البنات. وكذلك هذا بالنسبه للسيدات اللي كيحبوا اللون الاسود، شوفوا معايا جا خفيف ولكن غزال ما شاء الله. شوفوا الخديمه كي جات غزاله، وهذه كذلك شوفوها معايا، شوفوا الخديمه البنات كيفاش جات مزيونه ما شاء الله. شوفوا معايا خديمه رائعه وانيقه كذلك مريحة في اللبسة ديالها، وشوفوا معي هذه كذلك كيفاش جات، فهي مختلفة كاع اللي شفناها من قبل، فهي أنيقة كذلك. وشوفوا معي هاد اللوينة البنات اللي كيحمق صراحة، شوفوا معي الخديمة كيفاش جات، وشوفوا اليديدات كيفاش جاو غزالين ما شاء الله، خديمة تاهي غزالة ما شاء الله، واللوين كذلك. هانتوما شوفوا معايا هذا الجديد اللي كاين في العبايات كيفاش جات انيقه غزاله، الفصاله ديالها ما شاء الله غزال وانيق. شوفوا معايا خديمه، وهذه كذلك اللي جايه بحال هكا، النص في الاسود والنص كذلك كيجي بالثوب الاخر. شوفوا معايا خديمه فهي سامبل، وهذه كذلك شوفوا معايا خدمه ديالها كيفاش جات، حتى هي تخدمات باللون الاسود من جهه وجهه اخرى فيها ثوب اخر باللون الاخضر مع اللون الاخر. شوفوا معايا، وانا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الازرق الملكي
كيجا غزال ما شاء الله. شوفوا الخديمة، شوف كي جات البنات بهنا بالحجيرات كيفاش جات غزالة ما شاء الله. شوفوا معايا، وهذه كذلك الخديمة ديالها اللي جات أنيقة ومزيونة. شوفوا معايا في اليديدات وفي الكتاف، شوفوا معايا الطريزات حتى هما كيفاش تخدموا. فهنا الفيديو كيقربكم اكثر لهاد العبايات، فما تنسيش ديري ليا اعجاب للفيديو هكا باش تعرفي على جديد ديال العبايات. شوفوا معايا البنات، شوفوا معايا الخديمه هذه كيفاش جات مزيونه ما شاء الله. شوفوا معايا الفصاله ديالها كيفاش جات، كذلك الخديمه واللون والتوب كذلك. شوفوا معايا هادي حتى هي كي جات غزاله ما شاء الله. فهي خديمه ديالها بسيطه ولكن انيقه. شوفوا معايا، وهذا موديل اخر كما كتشوفوا معايا، فهو مختلف على اللي شفنا من قبل. فهنا راه فيديو كيقربكم اكثر لهذا اللون ديال العبايات كيفاش تخدم، وكذلك كيفاش تلبس، وطريقه الخديمه ديالهم. شوفوا كيفاش جاوا مزيونين ما شاء الله. شوفوا معايا رائعة. وهذا موديل اخر كما كتشوفوا معايا، كيجا واسع ما شاء الله. شوفوا معايا الخدمة ديالو، وهذا كذلك موديل اخر اللي كيجي مريح وانيق. فما تنسيش ديري ليا اعجاب لا فيديو هكا باش تعرفوا على الجديد كل مره، وباش تستمر القناه. شوفوا معايا هاد الخدمات هي كيفاش جات، كي جات انيقه باللون الرمادي، وكيفاش تخدمات. شوفوا معايا البنات غزاله ما شاء الله وانيقه. كنتمنى يعجبكم لا فيديو، ما تبخلوش عليه بالضغط على زر اعجاب، واللي مازال ما اشتركت في القناه اشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات هكا باش يوصلها كل جديد. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا، كيفاش جا غزال ما شاء الله وانيق. نمشيو هذا الموديل هذا اللي دخلوا معاه اللون الاسود اللون البرتقالي. شوفوا معايا كيفاش جا، وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا. شوفوا كيفاش جاوا ليديدات البنات، كي جاوا غزالين. كرافاته كيفاش جات ما شاء الله غزال ما شاء الله انيقه.